للحديث عن الهجمات المستمرة التي استهدفت محافظة أربيل ودلالات تكرارها، معنا من أربيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد السلام برواري. أهلا بك دكتور عبد السلام. يعني دكتور، بداية، ماذا يعني تكرار هذه الهجمات التي باتت تهدد بشكل أو بآخر أربيل ومطارها، وقيل إنها تحمل رسائل سياسية؟ نعم، تحية لك، شكرا هذه الفرصة، وتحية للأخوات والإخوان المتابعين. في الحقيقة المراد منها بالضبط هو ترك هذا الانطباع بأنها تهدد أربيل، ولكن في الحقيقة هي فعلا رسالة سياسية بنظري أنا شخصيا. نحن نعيش في منطقة ربما يكون النموذج الذي تتبعه حكومة إقليم كردستان أو مسار المجتمع قد يكون مخالف لتطورات الكثير ايديولوجيا او اجتماعيا. الشيء الثاني طبعا هذا الصراع الموجود بين امريكا وايران، العراق وما يجري فيه من امور، اناس اقوى من الدوله يعلنون صراحه ولائهم لجهه اجنبيه الى اخره، هذا كله طبعا، واذا ربطناه ايضا بقرب الانتخابات يجعلنا يعني نتصور بان الموضوع هو رسالة أو تنبيه أكثر من أن يكون فعلا هجوما. نعم. الملاحظة أن الأضرار التي تم تحقيقها لحد الآن، يعني للمعلومات، خلال هذه السنة فقط هذا هو الهجوم السابع. نعم. سواء كان بالصواريخ أو بالمدافع أو بالدرونز. دكتور عبد السلام، دكتور عبد السلام، يعني أمام هذا التهديد المباشر لكردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول إن أربيل لن تسكت بعد الآن. هذا التغيير بنبرة الخطاب هل يمكن أن يترجم على أرض الواقع باعتقادكم؟ يعني هو إذا لم يتم تشخيص واضح للجهة وللمكان الذي انطلق منها هذه التهديدات، من الصعب ان نتكهن بقيام الحكومه او الحزب. طبعا اذا حدث شيء سيكون من قبل حكومه اقليم كردستان، لكن هذا يدل على شيء، فيدل على تذمرنا من عدم قيام الاخرين، يعني بالذات الحكومه العراقيه بما يجب عليها ان تقوم به. كردستان هي مهما كانت هي جزء من الدوله العراقيه، ولا يمكن ان يكون صحيحا ان تمر مسيرات مفخخه من مناطق يفترض ان تسيطر عليها القوات الامنيه الاتحاديه وتدخل تقريب. لذلك هذه ربما هي رساله للحكومه العراقيه قبل ان تكون للاخرين، نفذ صبرها. طيب دكتور عبد السلام، يعني ترك الميليشيات على هذه الحاله تهدد محافظات البلاد، الى اي مدى ترى بأنه يؤكد عجز الحكومة في بغداد عن إيقافها، أو ربما يعكس رضا عن انتهاكاتها؟ يعني الرضا، لا أريد أن أقول رضا، يعني عندما نقول الحكومة العراقية، ما هي الحكومة العراقية؟ رئيس وزراء ليس له أي كتلة في البرلمان، أحزاب القانون يمنع وجودها، أحزاب تمثل قوات مسلحة أو تحمل هوية طائفية، والدستور العراقي وقانون الأحزاب يمنع ذلك، قوى تقوم باستعمارات عسكرية وتحتل مناطق وتمنع احتقار آخرين. بالتأكيد هذه كلها لا يحتاج مني أنا شهادة فيها عن الدولة العراقية. للأسف الشديد، يعني في الوقت الذي يتوقع الكثير أن تأتي الانتخابات بشيء جديد، أنا أعتقد الأمور ستذهب إلى أسوأ من ذلك، وهذا يجعل من حكومة إقليم كردستان يعني يجعلها في موقف تجد فيه من حقها أن تبحث عن أساليب أخرى، سواء لحمايتها أو على الأقل إرسال رسالة لآخرين الذين يرددونها. عندها يجب أن لا يلومنا أحد إذا قمنا بما يستوجب عليه واجبنا من حماية أهلنا. نعم. طيب دكتور عبد السلام، يعني إذا كان الكاظمي يدرك تماما أنه عاجز عن إيقاف انتهاكات وهجمات الميليشيات، لماذا أطلق وعودا كبيرة عند تسلمه رئاسة الحكومة من قبيل إعادة الهيبة للدولة وجمع السلاح المنفلت وما إلى ذلك؟ يعني أنا أعتقد حتى في قناتكم قبلها مرة سئل سؤال مشابه،
أنا قلت هذا واجب، هو رئيس وزراء ويجب أن يقول ذلك، ولكن هو قبل الآخرين يعرف أنه إذا لم يكن هناك دعم مباشر في البرلمان له، وهذا الدعم لا يمكن أن يطلب منه أحد لأنه لا ينتمي إلى أي جهة من هذه الجهات، يعني لا أدري، الظاهر هذه ظاهرة على مدى التاريخ لاحظناها، حالما يستلم أحد السلطة ربما يعيش في عالم آخر، يعني انظر هذه المليارات التي تم صرفها على مؤتمر في بغداد حضره ضيوف على مستوى عالي جدا، وكانت مجرد لإعطاء انطباع وهو مشوه طبعا بأن العراق كل شيء فيه طبيعي، وكنا نسمع يعني الخطاب الرسمي في إرضاء الإعلام العراقية أو من المسؤولين، العراق عاد إلى موقعه الذي يمكن له أن يؤثر على السياسة الخارجية إلى آخره. البلد الذي لا يمكن له أن يوفر ماء وكهرباء وأمن لا يمكن له أن يلعب دورة في المنطقة. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد السلام برواري، كنت معنا عبر الهاتف.